في كل عام من رجب نتذكر المعجزات، في كل عام من رجب نتذكر المعجزات، ياخد عقولنا العجب من روعة المعجزات. أرض وسما وأبراج لله بيكونوا آيات. يوم الاثنين 27 من رجب يا مستمعين، ذكرى الإسراء والمعراج، فضل من رب العالمين. من مكة الإسراء للأقصى، البراق للسرعة الأقصى، ليك يا نبينا شرف الأقصى، أعلى مكانة فعلي. جبريل كان صاحبه وزميله في المعراج وهداه ودليله، والكون نور له أناديله، أصله حبيب رب العالمين. جبريل قال ما أقدرش أعدي، ده ما أملك يا محمد أعدي. جبريل قال ما أقدرش أعدي، ده ما أملك يا محمد عدي، وإن فات غيرك يبقى تعدي، يحرق نور رب العالمين. يا حبيبنا وشفعنا وزدنا، كل صلاتنا عليك تسعدنا، كنت قاب قوسين أو أدنى. حبيبي يا رسول الله في السماوات عديت السدرة، كنت بحضرة رب القدرة، شفت نعيم الجنة الخضرة، شفت النار مأوى العصين. بالملائكة المصطفى صلى، بالملائكة المصطفى صلى في الأقصى ورحاب، ما شاء الله مجد وعزة ونصر من الله على الكفار وعض لي. كنت عزيز في الملأ الأعلى، كنت ما بين الخلق الأعلى، اصطفاك سبحانه الأعلى تنشر الإسلام والدين. 50 صلاة كانوا فرض علينا، 50 صلاة كانوا فرض علينا، ورجت ربك يلطف بينا، خلاها 5 تشفع لينا. إكرام ليك يا صادق يا أمين، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا يا صلي وسلم دائما عليه الصلاة والسلام على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا سيدي يا سيدي يا سيدي عبد الرحمن، إيه الجمال احنا ده؟ متمتعين.